في تصريحات هي الأقوى منذ توجيه اتهامات بالاغتصاب للاعب المغربي أشرف حكيمي. قالت زوجته هبة عبوك إنها تشعر بالعار وستقف مع الضحية. عبوك وبعد صمت خرجت ببيان أوضحت أنها احتاجت إلى وقت لاستيعاب الصدمة وأنها فضلت عدم التحدث بسبب حساسية القضية. الممثلة الإسبانية عبوك كشفت أنها قطعت علاقتها مع حكيمي وأن هذا القرار لم يكن بسبب الأحداث الأخيرة بل قبل اتهام نجم باريس سان جيرمان بالاغتصاب. وطلبت الممثلة في نهاية بيانها احترام خصوصيتها خاصة خصوصية طفليها في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.